EFM مع الناس جيل بن عبد الله لحديش وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بيكم، مرحبا من جديد، مرحبا بمستمعين مع الناس على EFM أحلى غاديو. معكم أنتم، احنا باش نكونوا في نص ساعة مع أخباركم من مختلف الولايات التونسية مع مختلف اهتمامات التوينسة. مرحبا بيكم، مرحبا بأخباركم، اتصلوا بينا باش تبلغوا أصواتكم على 58 550 707، المساحة والمجال مفتوح ليكم أنتم باش تشاركونا كل اهتماماتكم في تونس أو خارجها. هذه نصيف ساعة للتوينسة. أسامة صافي في عديد، نور في الإخراج، من على EFM TV معكم جيهان بن عبدالله، وهذوما مواضيعنا لليوم الأربعاء 15 مارس. EFM مع الناس باش نرجع بكم السوسة من جديد. موضوع البحارة المفقودين اللي عائلاتهم يلوجوا عليهم بإمكانياتهم المحدودة وحتى زيدة بمجهود كبير من الدولة، فما جديد في الموضوع هذا؟ فنرجع له بكل التفاصيل بعد شوية. صورة تخلينا نحكيه عليها وقت اللي الموضوع يتعلق بالأجيال الجاية، وقت اللي يتعلق بأطفالنا. صورة جينا من قفصة، تلميذ سنة ثانية ابتدائي بمعدل ممتاز يرجع في دروسه تحت ضوء البلدية، وهذا صاير في المتلوي. هو الحقيقة موضوع إنساني، ما يهمش كان الناس اللي تحب أو تربي الحيوانات الأليفة والكلاب. بالأساس من جديد الكلاب يتم قتلهم في الشوارع متاعنا. نرجعوا لتفاصيل اللي تستنى فينا من بعد شوية، خليكم معنا تتعرفوا كل تفاصيل الموضوع والحادثة المؤسفة خاصة عند الجهة اللي صارت فيها. نرجعوا لكم بعد شوية بالحكاية الكل. EFM مع الناس. إن شاء الله نسمع أخبار طيبة، هو موضوع تبعنيه البارح ونرجع له اليوم بكل تفاصيله. البداية تكون من سوسة، وين تم العثور على مركب صيد البحارة المفقودين في سوسة. تمكنت الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني من العثور على بقايا محروقات مسكوبة في البحر، كيما عثروا الغواصة من الحماية المدنية على بقايا مركب تتطابق مع مواصفات المركب المفقود. ما زالت عملية البحث متواصلة على البحارة ثلاثة اللي عمرهم بين 17 و25 سنة، بحارة مفقودين، وسط مطالبة الأهالي بتعزيز المجهود للعثور عليهم. معانا مهدي والد أحد المفقودين. أهلا وسهلا، مرحبا على EFM. صباح نور سي مهدي، أهلا وسهلا. إذا موج، مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا. سلام عليكم، إن شاء الله ربي يطمنكم عليهم ساعة قبل كل شيء. سلام عليكم، ان شاء الله تلقاهم سالمين يا ربي، ان شاء الله يرجعون بارك الله فيكم. الناس كل يرحم والديكم، يرحم والديكم الناس كل يعيشك. هما مفقودين توا تقريبا قداش من نهار عندهم؟ ذكرنا ربي توا 3 ايام. ان شاء الله 3 ايام. 3 ايام نرتاح ونشوفوا ان شاء الله نلقاهم حتى من بعد النوم ونقرا توا يدخلوا ما عندهم يمشي. إن شاء الله نلقاهم يا ربي. عندكم أمل أن نلقاهم سالمين؟ في اليوم برشا نو اليوم وغدوة إن شاء الله نلقاهم. التعبين الناس كله يرحموا الجهة الناس كله. كيفاش تلقات سي مهدي الفلوكة نتاعهم؟ كيفاش تلقات؟ نعم الفلوكة نتاعهم سي مهدي، كيفاش تلقات الفلوكة نتاع البحارة المفقودين؟ بعد أبويا هاني ندور، هاني ندور ندور ندور، ماني نعرف ونختم. سي مهدي سامحني، تنجم تركح تليفون وتكون موجود في بلاصة فيها شريح باش نجمو نسمعو؟ البحر هاني شوية نو يعني، مازلنا في البحر. مازلت في البحر؟ مازلتوا تلوجوا عليهم في البحر؟ نتاعو نحن حدا الفلوكة والغطاس تخطف ويرحم ولدها. كيفاش لقيتوها الفلوكة؟ أنت قلت لي أنا نعرف ولدي وين يخدم، دونك نعرف تقريبا المكان. قلبي نعرف ولدي ديما حدايا في البيت، نعرف والولاد حدايا الحاف، يعني نخدموا حدا بعضنا. اي فلقيتوا الفلوكة في المكان هذاك؟ هذيك احنا طرف مزبوط هكا تلقات الفلوكة. الفلوكة هكا الفلايك كل شنو نحن حاجة جديدة نعرفه، نحن بحارة نعرفه يعني مش تغير. الحمد لله يرحم والديه الناس كل هكا. الفلوكة سي مهدي كيفاش غرقت؟ تعرفوا هذي بصفتك انت بحار باش نطمنوا على الاقل على سلامتهم هما ونفهموا السيناريو اللي نجم يكون حصل معاهم؟ عرضة معنا سبحان الله، هذا هو قدر الحمد لله، هذا حد عم يرم
يعطيك صحة سي مهدي. مالغوزمون الصوت ماهوش واضح برشا، ولكن على الأقل فهمنا من كلامه الوالد هذي، واللي هو نورمالمون زيد يكون بحار، هذيك علاش قال نعرف ولدي وين يخدم تقريبا، وإحنا جيرين ونخدموا بحذا بعضنا، تلقات الفلوكة نتاعهم يقول أعمار وكهو، ولكن كأنه الوالد فاقد الأمل إنه يلقاهم على قيد الحياة، ولكن مادامهم مازالوا مفقودين ما فماش جثث، إن شاء الله ربي يطمن عليهم ويطمن عائلتهم عليهم، وإن شاء الله يتلقاو يا ربي. نعرف 3 أيام أو أكثر فالعائلات تفقد الأمل وتقول إن شاء الله يخرجوا على الأقل تشوفوا الجثث متاعهم، ولكن نحن نقولوا لي نتمنوا وإنهم يكونوا سلمين إن شاء الله يتلقاوا يا ربي. الفلوكة غرقت، هذوما صور الفلوكة لقاوها خرجوها بسبب الطقس أو الأمطار أو غير، واللي الطقس ما كانش مواتي للخروج للمصيد في النهار هذيك، غرقت الفلوكة. إن شاء الله الشباب يكونوا سلمين يا ربي، ونسمع لهم أخبار طيبة، وربي يطمن أهلهم وعائلتهم عليهم في سوسة. احنا مازلنا معكم في مع الناس، نمشي بكم حاليا القفصة. EFM مع الناس في قفصة. انتشرت البارح على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل صغير تحت عنوان تلميذ سنة ثانية ابتدائي سحب معدل 17.5 يراجع دروسه تحت ضوء البلدية في المتلوي. هاو باش تشوفوا معنا الصورة وباش تسمعوا زيادة كل تفاصيلها. الصورة حقيقية حسب المعلومات اللي عنا، لكن فيها تفاصيل خاصة. شنو اللي يخلي تلميذ يقرأ دروسه في الشارع مش في داره، وعليش الضوء مقصوص في دارهم؟ باش نفهموا الوضعية هذية معنا والدته مروة في المباشر. سهلا، مرحبا. يلا اهلا وسهلا مروه، مرحبا بك. الو حسين، اهلا وسهلا. يعيشك، مرحبا. اول حاجه ربي يفضله لك الرجال، يعيشك ربي يحفظك، وان شاء الله يكون ديما سبب انه يفرحك بنجاحه وبمعدلاته. فما تفاعل كبير مع تصوير ولدك اللي كان يراجع في دروسه تحت ضوء البلديه، خليت التوانسه الكل يقفوا اليوم ويقولوا شوفوا الوضعيه، شنو الاسباب؟ هل الصوره حقيقيه او لا؟ ودي هذا اول سؤال باش نساله لك، هي الصوره حقيقيه مدام؟ الصورة حقيقية، ومعناها بريس كل ليلة يتعدى معناها الدوريات ويشوفوني نقري في ولدي، ومانيش إلا كان أنا معناها نقري في ولدي في الشارع، معناها بريس العائلات اللي ساكنين في التكل الاجتماعي اللي هو بلاش ماء وبلاش ضوء وأموره ماهيش قانونية، فهمتني؟ احنا العائلات ماناش معناها ماناش باش نفسر لك، ما دخلنا شفنا ديار مخلوعين، دخلنا نسكنوا خاطر الظروف الاجتماعية نتاعنا ما قدرناش على الكراء. اضطرينا ان ندخلوا في الدار هذه بلاش امور قانونيه وما فيهاش موضع تعب وتغيرات نفسي، بلاش مراوح بلاش فرجدير بلاش ثلج، ما فهمتني. جات بريود الامتحانات تكليت تلزيت اني اضطري ولدي على ضوء الشارع نتاع البلد. النقطه الاولى اللي انت كنت اثرتها هنا مش باش ناخذ معاك في تفاصيلها، وانه ديار مخلوعين ودخلتوا سكنتوا فيهم و انا نعطيك الصحيح، انا يعني هذاك هو الصحيح، منش باش ندخل معاك في التفاصيل هذيا مدام، ولكن يهمنا بالاساس الوليد ولدك ربي يفضله لك من غير ما نسميو اسمه بطبيعه الحال، خلينا نتحافظ على الهويه نتاعو، داير حتى تصويرته وجهه مخبي خبينا له وجهه، المهم بالاساس هو وضعيته قرايته ونجاحه، معدله متفوق هكا ولا 14.33 الرتبه الثانيه. ما شاء الله ما شاء الله، متفوق يحسب ذهنيين ما شاء الله، الحفيظه يحفظ لي. مشكلتي تم برشا عباد يقولوا لي علاش ما تقريش في النهار، يبدي لي من 8 للخمسة في بين المدرسه والكارد، خاطر برشا على المدرسه معناها ما نجمش نمشي ابي انا ولدي، اني خليه في الكارد يروح لي الخمسة يلعب شويه يجي الليل يلزمني نتلزم نقريه البر. مدام حتى في الشتاء الدنيا بارده تخرج وتقريه البر زاده، الشتاء والصيف هكاك ما عنديش ضوء في الدار، باش يراجع دروسه باش يراجع دروسه باش ولدي يقرا ويجيني يجيب لي معدل باهي. رانا نحكيو على صغيرات راهو وصلنا نحكي في مرحله راهو يلزموا مكان معين يقرا فيه، وصغيرك باش تشره ويلزمك تعملوا بيرو وكرسي وجو الكل، فشوفوا الطفل هذايا اليوم التونسي هذايا كيفاش يقرا في الشارع قاعد كتابه في حجره تحت الضوء البلديه باش نجم يراجع دروسه في الاخر يجيب 17 واكثر معدل. نحب نطمن على نفسيه الوليد مدام، يتحرج يتقلق من الوضعية هذية؟ يتقلق في التلفزة ما عندوش فيش يتفرج، أو خاصة أنه كيف يبدأ يحضر البرة وذنه تعرف نتلي قريجمو عملتلي لحمات، عندي تصاور عندي دوسي الطبيب
وانا كيف دورت صحتي ولا يتقلق اكثر، كلي ديما نبدا بالدواء وديما مريضه في الدار، زاد تقلق اكثر لما كيفاش ما نحب نلعب وما نحب نفرج على التلفزه، فهمتني؟ ما عندوش باش يلعب في الدار حتى باي وسيله، فات تمشي بالضوء التلفزه ولا كهربا بالشارج ولا حكي، ما عندوش شيء. انا مش طيبه شيء، طلبه من الدوله برك اموال ضو محلمات ونتصرف الضو باش نقري وليدي اكهو باش ما نشوفوش الصوره هذه تتكرر. وانت قلت لي راه مش ولدك برشا، راه فما برشا صغار. انا تعس من هكاك، راه هبطت الصور نتاع العباد اللي ساكنه اكثر من هكاك. انت كنت صورتوا مدام؟ انت هبطت الصور هذوما؟ ثم اذاعه جات صورت وخلت لي تصور، عملت لي عليها السمايل باش ما يبانش وجه ولدي. دونك هما اللي صوروا الصور هذه اللي لقاوها فيها الحقيقه. وما يهبطش الريبورتاج، حبيت يوصل صوتي ونحكي بصوتي وصوت المتسكنين. ياسر تعبين، ياسر ثم هوايش، ثم الحنش، تلقى الحنش سامحني، تلقى العقارب، تلقى الكلاب، ثم كناتريه تجري، صغارنا متعرضين لبرشا حاجات خايبين. مادام انت بخلاف ولدك هذا عندك صغار اخرين؟ عندي وليد بركة ومتكفلة بوليد آخر، عندي يتيم عمره 22 سنة بطال، عندي زوج صغيرات، واحد ولدي والآخر متكفلة به. واضح. حين نحب نخلي لك الكلمة الأخيرة اللي كنتي إذا تحبي في أي حاجة في الموضوع هذا. يشوفوا للصغيرات، ما يخلوش صغيراتنا يتهمشوا، ياسر ياسر تعقدوا الصغيرات من قلة الضوء، انه يبدا يشرب حليب فاسد ولا يشرب في ماء سخون في الصيف، في الصيف نبل فولاره ونبل بالماء ملح باش نغطي بها ولدي في الصيف. ان شاء الله تلقاو الحل مدام. نشكرك برشا على التدخل، يعطيك الصحه. هذه الصوره اللي تحكي لها برشا حكايه اللي جينا من قفصه وتحديدا المتلوي. قلت مانيش باش نحكيو على الوضعيه الاساسيه وانه وجودهم في المكان هذا والمساكن هذه غير قانونيه، تقول لقينا ديار مخلوعين فدخلنا سكننا لانه ما عندناش الامكانيات، على خاطر ما نجموش نفتيو في حاجات كيما هكا. تجي تلوم تعذر مراه متكفله بصغير وعندها صغير اخر. المهم في الموضوع هذا او الاهم والأساسي هو وضعية الطفل هذا الناجح والمتفوق واللي يشوفوا أعداده برغم الظروف اللي قاعد يقرأ فيها. فلو كانت الإمكانيات متوفرة فكان ينجم يكون نجاحه أكبر وأكبر من هكا، ولو أنه ما نقيموش النجاح بالأرقام والأعداد والمعادلات، ولكن شوفوا النتائج متاعه. ماذا بينا نقاو حل طفل صغير هذايا باش يعيش ظروف مخير، باش يقرأ دروسه بطريقة مخير، باش يتكون كما يلزم. ربي فضله لك مدام، هو مش ولدك بركة، ولد توينسا الكل. كما قلنا الوضعية غير قانونية وتجاوزنا الموضوع هذا وما نحبوش ندخلوا في تفاصيله، ولكن كما طالبت المدام ماذا بينا نلقاو لهم حلول، ما هم الا توينس ابخي تو. احنا مازلنا معكم في مع الناس، راجعين من بعد شويه ببقيه مواضيعنا. خليكم معنا، وانتوما اذا تحبوا تكونوا موجودين في مع الناس وتتدخلوا وتشاركوا بمشاغلكم واهتماماتكم تكلمونا على 58 550 707. ال11 51 دقيقة على اي اف ام، احلى غاديو هذي مع الناس. رجعنا معكم من جديد ببقية اخبارنا باش نكونوا موجودين في راس الجبل. موضوع انساني الحقيقة وموضوع يهم برشا توينسا في كل حومة، على خاطر عنا الحيوان متاعنا اللي نعرفوه ونتلهيو بيه ونربيه ونعطيو له حتى اسامي ويكون فرد من افراد الحومة هذيك اللي يتعاملوا معها السكان، يلعبوا معها الصغار وغيره، ولكن ساعات يولي حتى من رموز المنطقة ولا الحومة. وهذا اللي صار مع كلبة ديزني اسمها في راس الجبل اللي للأسف البارح لقوها مقتولة بالكرتوش، والحادثة خلفت أسف كبير في الجهة، خاصة وأنه الحيوان هذا محبوب ياسر في الحومة. أكثر تفاصيل عن الحكاية مع المواطن الصحفي زهر الدين برحيمة. أهلا وسهلا، مرحبا على يفام. عسلامة، مرحبا. مرحبا بك سيدي. دونك الكلبة ديزني هذية هي الكلبة متاع الحومة هكا ولا؟ هي الكلبة متاع الحومة، بنت الحومة نجم نقوله. تدخل نقولوا على الانسان بنت الحومه، ما هي إيه حتى الحيوان زيد اللي يعيش معانا. وي اي مش غلط دونك متعودين بها مسنسين بها ما يخافوش منها السكان، لانها تولي تعرفكم، تعرف ريحتكم، فتلعب معاكم، تاكلوها، تتلهوا بها، يعني قايمين بها قولوا كيما يلزم. خلينا نفسرلك الساعه اللي هي ملقحه ديجا جوست معنا. كنت نسالك على السؤال هذايا انه تم اعلام البلديه بها والا لا، ملقحه او لا؟ اي كلبة ملقحة مسالمة، متمثل حتى اختر لا على الكبار ولا على الصغار. ما جيتش حتى تشكيات من السكان من الكلبة هذية هكا ولا؟ ما نتصورش باش نتشكى من كلبة كيما دايزي معاك. ما
معناتها عبارة على أنت ما نعرفش عنديش معلومات تقول فما شكون شكا ولا لا، أما عبارة على فما أنفود فلوغ محطوط قولي فما شكون شكا منه ولا لا ما نعرفش. يمكن يمكن حتى سي زهر الدين راهو ساعات الكلب أو الكلبك يكونوا موجودين في الحومة فراهو يحميو الحومة ويحميو السكان نتاع الحومة، وقت يدخل إنسان غريب عليهم فيكون مصدر حماية للسكان. بس خليني نحكي لك على بيزي في 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 علاقة بالحماية. بيزي عارف شانشان كي كيان بوكو جوي معناها فهمت عارف تلعب ديما الدور ديلها للناس نتاع الحومة تعرف تجيرين الكل ويحد يبدا خارج من داره توصل راس النهج يبدا راجع تعرف له يعني يا سكوتي لا كل شيء كيبدا واحد براني على الحومة ديزون تنبح عليه من بعيد تعرف معناتها فهمت نيبا اغريسيف ما تنبح من بعيد عارف غريزة غريزة الحيوان باش تنبه اللي فما انسان غريب في تريتوار نتاعها. دونك فوالا دونك انتوما لقحتوا لها تلقحوا لها ومعلمين ما تعلمتوا البلديه بوجود الكلب هذين انتوما مربينها في الحومه وملغي سال لقيتوها مقتوله هكا بالضبط هي بالضبط كانت معناتها فيقوا الجيران انا ما كنتش غادي فيقوا الجيران لقاوها مقتوله في الحومه ولا في بلاصه اخرى في الحومه في الحومه في الحومه في الحومه في الحومه غادي معناتها تعرف المشكله شنو هي معناتها الغريب في الحكايه الكل ما بديت خطيتو تنجم تقول علاش عامل حكايه من على كلب ولا لا لا مهم الموضوع لا مهم الموضوع مو نعرف من ليش باش تخمم هكا معناها لا مهم الموضوع بمانهم يعيشوا معانا فيهمهم امرنا يعيشوا معانا ديجا فهمت بالقوانين الدنيا الكل قوانين الدين قوانين الانسانيه بقوانين كل شيء حتى بالقانون التونسي راه قانون التونسي راه يحمي الحيوانات اما خلينا من هذا الكل اما طريقه التنفيذ علاش صار هكاك اسكو عندنا احنا بشر يحبوا الشر بالطريقه هذه كيفاش طريقه التنفيذ اللي انت اعترضت عليها زهر الدين ولو انه احنا معترضين على الفعل بصفه عامه هذيا ما نشكوش فيه بالضبط ديجا الفعل معناها الفعل وطريقه التنفيذ كيفاش معناتها كي نشوف معناها ديزي هي كومون لي وانت تنجم تغربها بالكرتوش راه فما حاجه تخوف هذا تخوف البشر اللي نفذ الشيء هذا. انا على حد علمي زهر الدين ولو انه باش نزيدوا نحكي في الموضوع هذي على خاطرهم برشا توينزا في برشا جهات انه وقت اللي تم اعلام البلديه في الكلب هذيك محمي يكون بدرجه اولى، ثانيا في بالنا انه قتل الكلاب بالكرتوش هذي قل اذا مش تخلصنا منه تماما. غريبه الحادثه كي تعاود ترجع بالطريقه هذي في اطار حمله هذي صارت قتلت في اطار حمله صارت على الكلاب السايبه في المنطقه في راس الجبل. ما عنديش معلومات بالضبط. انا اللي نحكي معاش الناس فعلت على فيديو هبطها من البارحه هكاك رياكسيون ما نعرفش البلديه في بالها ولا لا ما اللي نعرفه ناكدوا لك الكلبه ملقحه الكلبه متمثل حتى اختر لا على السكان ولا على اللي يتعديهم الحومه الطريقه معناتها اللي خوفني اكثر ما نعرفش انا ممكن كصحافي ولا كنسان هكا يخمم عنده فيديو صغيره يخمم علاش عندنا انسان يقتل الكلب بطريقه هيك معناها في بلاستو اما نحب نعرف معاك زيد زهر الدين في الحومه لي رياكسيون نتاع السكان للاسف نتاعهم بخصوص الكلبه عشيرتهم اللي قاموا صباح يلقاوها مقتوله نتصرف في حزن كبير عليها في الحومه حزن كبير برشا معناها حزن كبير برشا بيان سور انت تصور عبدو الحيوان تنس بيه عمل معاك كان البي خليني نقولها عمل معاك بي معناتها مدروسه الكلمه عبد مونسك كي يدخل واحد براني على الحومه ينبح كي يجي ماشي يبدا يلعب معاك يحب يقول لك هكا راك رانا هكا حاسبه روحها بنت الحومه دايزي معناها فهمت هذا ما اسوء الحقيقه زهر الدين جيتنا من راس الجبل ماذا بينا ما عادش تتكرر حاجه كيما هكا في اطار الحملات راهو نتفاهموا راهوما رايين مقسومين في تونس يقول لك راهو القلق كبير يجينا من الكلاب السايبه شوفوا لهم حلول مش لازم تقتلوهم وفما زاده جهه اخرى اللي تقول لك رانا نرفضوا وفعلا نرفضوا قتل الكلاب بالطريقه هذيا خاصه اللي يكونوا ملقحين واللي نعلموا عليهم البلديات واللي يكونوا موجودين في حومه معينه واللي السكان لهين بهم كيما اللي صار مع دايزي هذيك علاش حكينا عليها
عليها اليوم لانه تفاعل كبير مع الحادثه هذه اللي صارت كما قلنا في راس جبل. شكرا لك على تدخل زهر الدين برحيمه اللي كان معنا من راس جبل. شكرا لكم انتم اللي سمعتونا في مع الناس لليوم، وسامه صافي في الاعداد، نور في الاخراج، يمين على اي اف ام تي في. انا باش نتقابل معكم غدوه كما العاده، استنونا في حلقه جديده من مع الناس. اتصلوا بينا باش تبلغوا اصواتكم واخباركم، اخبار جهتكم واخباركم انتم، مشاغلكم واهتماماتكم على 58 550 707. كنت معكم جيهان بن عبدالله، نقولكم تشاو تشاو في لبن. باي باي، مرحبا جيجي. مرحبا جيجي.